يلا بينا نكمل. يلا يا فرح، افتح لك المايك. محدش يفتح الفرق، محدش يفتح المايك غير فرح. تمام، يلا يا فرح. أنا فرح. فرح اخت حبيب، نعم يا ميس. يلا كملي. بلاد blood rich ريتش in carbon earth in carbon dioxide return back to the heart through ايه؟ البلود المياه كربون دايوكسيد فين؟ بي بي فينز، برافو. افتكرتوا الحصه اللي فاتت لما قلت لكم ارتري يعني في حرف الار، فرانيا مش هيبقى فيها حاجه وحشه، مش هيبقى فيها غير اكسجين وحلو. أوردة يا جميل، ميس. برافو، ماشي جميل. طيب يلا يا ادم سامح. يا ميس يلا يلا بيت of future could فيجر represent the انهي واحد vertical فيهم؟ of ايوه rock on earth. انهي One. واحدة تمثل الروك؟ برافو. وان ليه قلتها وان ليه؟ عشان solid. طب ماشي، ايه اللي عرفك ان ده سوليد؟ عشان ده طب عنده ده less energy. لا، عشان عنده البارتكلز قريبة من بعضه قوي. تمام، عرف ايه البارتكلز قريبة من حاسة بعضها هي قوي. ال particles held together صح؟ برافو، اكسلنت، تمام، طيب حلو، ماشي. طب كمل التانية يا كريم. ادم سامح برضو، انهي فيجر بقى يبين لي ان هو ووتر؟ River 2. اوه برافو، التالت ده جاهز عشان بعاد قوي عن بعض. تمام، برافو، اكسلنت، ماشي. ناخد بقى ميس ايش نمبر الموديل 3؟ نمبر 9. ايه ميس انا عايزة حل. ايش فيجر نمبر 3؟ فيجر نمبر 3 ده جاز؟ تمام، فيجر نمبر 3 ده جاز. تمام، طيب تايم اوكي، ماشي حلو. يلا ناخد بقى ايه موديل 9. طيب يلا يا مهدي. مهدي أيوة. يلا We can measure ميجر بيش ميجر كام موديل ماي زي measure مس بيش كام of a liquid يا مس البيج. بيش كام موديل ماي بس بيج 86. محدش يفتح المايك تاني كده من غير استئذان. يلا كمل يا مهدي. liquid be all the fluent يونت، يونت ممكن اقيس الفوليوم اكسباند بايه؟ اكسبت، ها، الكيلوغرام برافو، اكسلنت. هقدر اقيس الفوليوم بايه؟ والله انا فوليوم الليكويد ده اقدر اقول عليه يعني كام لتر او كام ملي لتر. تمام، او بدل ما اقول لتر كنت بقول كيوبيك سنتيمتر، وشرحت لكم ساعتها كلمه كيوبيك سنتيمتر دي جت منين. بس كيلوغرام ده ما اقدرش اقولها طبعا على الفوليوم، ده بقولها على الماس. برافو يا مهدي. طيب جودي احمد. جودي احمد، بس مش فاهمة ده. طب اللي مش فاهمينه هرجعه لكم في الاخر، ماشي. يلا يا جودي احمد. Among chemicals change which is cured in cooking is ها، كيميكال baking تشينج في الطبخ. برافو، بيكنج ابريد. ليه؟ لان انا دخلت دقيق وميه والكلام ده كله طلع حاجه تانية خالص، ولا اقدر افصلهم ولا زي ولا كانوا زي بعض لما طلعوا. برافو، اكسلنت يا جودي. طيب فرح محمد حلتي. لا تمام يلا نمبر 3. اوكي ماشي. The kind of steam that in the underground are called runner. ال kinds of stem extend underground. ركزي، انا طبعا stem tuber. برافو، tuber تحت الارض. تمام، فبيبقى يكون ايه، حتى هو البوتيتو tuber تحت الارض، فالستيم يبقى تحت. اما لو قال لي extend above و along the ground يبقى ايه، يبقى runner، صح. تمام، يبقى tuber. برافو عليكي، ايوه كده تمام. طب تقوى number 4. many insects are considered as
دي كومبوزرز. انسكتس، حشرات، سوري حشرات. اسفه، برايمري كونسيومر. برايمري كونسيومر، برافو. ليه؟ لان البروديوسر يعني النبات، مين بياكل الحشرات؟ يبقى مين اللي بياكل البروديوسر؟ البرايمري كونسيومر، برافو. تمام، اللي مش فاهم حاجه يا شباب بيكتب اسم السؤال، تمام، وانا هعمله له. تمام، يلا يا همسه. اوكي، What happens if what happens if a small lake is exposed to extreme hot climate for several months? It will be evaporated. برافو. يبقى أول حاجة هقول الووتر أصلا، the water in the lake، هو بيقول لي إيه اللي يحصل لو بركة صغيرة اتعرضت لدرجة حرارة كبيرة جدا لشهور كتير. إيه ده؟ طب ما المية اللي في البركة هتتبخر يا دكتور. هقول لك صح، يعني كده the water of lake decrease due to evaporation. تمام، طيب جميل، شكرا يا همس. تمام، طيب انس بتقول، انس بيقول الملي بيدي ديدان ليه مش برايمري كونسيومر؟ عشان هي اساسي بتاكل الحاجات الميتة، في ديدان بتاعت الحاجات الميتة يا انس، فاهم؟ مش اللي هو، مش اللي هو كده اللي هي ايه، يعني مش اللي هو بتاعت الدود العادي، لا بتاعت الحاجات الميتة، فاهم قصدي؟ يبقى اللي بيجي بتاعت الحاجات الميتة. تمام، طيب اوكي. وفي الاغلب الديدان بتبقى في الاغلب حاجات ديكومبوزر بتاعت الحاجات الميتة اكتر يعني. تمام، طيب حتى تلاقي حاجة باظت طلعت ايه، ديدان. تمام، طيب يلا يا بتول. في بتول بقى، مش بتول الجديدة، بتول القديمة معانا. لا، بتقول القديمة مش معانا. تمام، اوكي. طيب حمزة، حمزة فين حمزة؟ طيب ماشي، اوكي يلا يا ياسين رأفت، ايوه يا ميس، يلا نمبر وان. نمبر 1. ماشي، both of a bowl other and texture other and the texture of mass matter 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 or are considered from a، consider from the يعني other هتبقى قدر يعني ها، قدر يعني ايه؟ ريحة. طب تكتشر يعني ايه؟ ماشي، مش قدر ايه، ملمس. مش سامع، تكتشر يعني ملمس تكتشر الحاجات يعني دي. ملمس يا ميس. الحاجات دي كيميكال ولا فيزيكال ولا رف ولا other property؟ ممكن تكون كيميكال. طب انت فاهم يعني ايه كيميكال؟ قلنا ان المره اللي فاتت فيزيكال بروبرتي، وعندي كلمه بروبرتي دي عندي منها حاجتين، عندي يا فيزيكال بروبرتي يا كيميكال بروبرتي. تمام، خلاص كده. فانا عندي فيزيكال بروبرتي يعني تمام. الحاجات اللي انا بعمل ايه، ببدا اقيم بيها الحاجه اللي قدامي دي، والله ده لونها ايه، ريحتها ايه، ملمسها ايه، كل ده. يبقى الحاجات دي اسمها ايه؟ فيزيكال بروبرتي. طيب كيميكال بروبرتي فيزيكال يعني هي، بروب، يعني هي بتتحرق ولا لا، بتصدي ولا لا. تمام، فدلوقتي هنا بيقول لي both of order and texture of matter، دي انهي بروبرتي منهم؟ هتبقى فيزيكال. برافو، فيزيكال. ايوه كده، صح تمام. في الشات. اكتب شايفاها معلش يا مظبوط. ميس، بس عشان معلش تمام يا ميس صح، بس عشان دي أول حصة ليا، فمش ولا مركز. يهم، ولا يهمك يا حبيبي، انت شطورة اهو. تمام شباب، محدش يفتح مايك تاني من غير استئذان، خلاص. طيب نمبر 2 يا لوجي، لوجي احمد، لوجي احمد، يلا.
خلاص يا بنا انا بحل. يا ليلوش. You can identify the of a juice by using the sense of smell. ها ايه اللي انا هحدده No. للجوز عن طريق السميل؟ Bro. رف رف يعني خشن، قصدي اودي معلش انا اسفه. اودر اودر يعني ريحة. ايوه كده نركز. اولا تمام طيب ماشي اوكي بروبيولوجي. طب سلمى نمبر 3 Yes, miss. يلا. We can describe the texture of sugar with a crust by using the it his teacher دي هتكون رف. احنا نقدر نوصف التكتشر بتاع الشوجر كريستال دي ان احنا بنقول ان هي عندها رف تكتشر، ان هي عندها ملمس ايه؟ خشن. برافو اكسلنت ماشي نمبر فور. طيب نمبر فور يا مين؟ مين ادم كريم. نعم يا مدام. يلا نمبر فور. يلا نمبر فور ال ability of a piece of iron to rust دي من ايه property يا آدم؟ يا آدم ايه يلا. طب ادم كريم ده انا ايه يلا ها ability of piece of iron to rust عشان يصدي اني property يا ادم الجيران والله فيزيكال. يا جدعان، يعني احنا اصلا مختارين فيزيكال يا ادم، تبقى ميس كيميكال ممكن يا حبيبي اتكلم يا ميس كيميكال. ممكن اقولها انا لا اقولها يا لا ميس محدش. شباب 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 ادي ام من المايكات اهي. يلا طيب يلا يا مين ملك سعد raise your hand. ايوه يلا Both melting and freezing processes are considered as physical changes. برافو الكيميكال ال ايوه ماشي حلو فيزيكال تشينج. ليه بقى؟ ها يلا ليه بقول عليهم فيزيكال؟ عشان بقدر ارجعهم تاني. ها يبقى عشان في البروسيس دي الماتر تشينجز without any change في الاستراكشر، انا غيرت في شكلها لكن من غير ما اغير في ما تركيبها. غيرتش مستكيبه. برافو يعني هي زي ما هي. يبقى because، تمام يبقى because in this process في الايه in this processes في البروسيسز دي ها عملنا ايه the غيرنا matter كلها بس ها matter ايه changes اتغيرت ها without من غير ايه without any غير في التركيب. ها without any change in ايه structure. يعني ايه تركيبها الاساسي ما اتغيرش؟ انا مثلا معايا شوكولاته سيحت الشوكولاته وجمدت الشوكولاته هي اتغيرت؟ لا تعالوا اعدل لكم كلمه structure عشان عارفه انها ايه هتقرفكم. تمام طيب without any change in the structure. تمام طيب حلو. طيب number one يا مين ادم احمد يحيى raise your hand. يلا Plant stem has hairs that absorb oxygen gas from the air. Full. البلانت ستيم. برافو. هو مين اللي عنده الهير يا آدم؟ مين اللي عنده الشعر؟ Full. الرود. برافو تمام يبقى ايه غلط. شكرا تمام. طيب يلا يا بتول صفحة 86 افتحي raise your hand. بتول raise your hand يلا
number two. صح. Birds are secondary consumer because they eat insect feed on plants. صح، عشان البيرد بياكل الانسكت والانسكت primary consumer، فاللي هو كمان بياكل البروديوسر. برافو. نمبر 3 يا يا مين بقى؟ احنا قلنا مين بتقول؟ طيب ومين مين اللي كان بيتكلم يا ترى؟ مين كان قبل بتقول؟ كان أدم أحمد صح؟ طيب مالك محمود raise your hand. أدم محمود، مالك محمود قصدي، فين مالك محمود؟ طيب يلا يا مش مالك محمد ولا مالك محمود؟ مالك، ماشي مالك محمد يلا. ماشي. Micro organisms are producers that small fish feed on to get energy. المايكرو اورجانيزم هي البروديوسر اللي السمول فيش بتاكلها علشان تاخد الانرجي، صح ولا غلط؟ صح. برافو عليك، ايوه كده صح، اكسلنت. ماشي يا شفك، خدتي بالكم، خدتوا بالكم ان هو بروديوسر عشان كان بيعمل اكله بنفسه، فاكرين؟ طيب نمبر 4 يا مين 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 احمد ايمن. نعم يا مس. يلا نمبر 4 نمبر 4. استني. نمبر 4. The speed of water fiber protects بارتكل. is particle greater than that ذا of ووتر، the water particles. السبيد، سرعة الووتر فيبور أسرع من الووتر العادية، صح ولا غلط؟ ها، صح ووتر فيبور يعني صح جاز، أيوة كده، أما دي ليكويد أنهي أسرع؟ أكيد الجاز صح. برافو برافو يا أحمد، ماشي الحمد لله. انا عرفت ايه يعني فيبورد مع وارد. اكسلنت، برافو عليك، شفت الفرق؟ طيب يلا يا مين مرام بس صح ولا غلط؟ تبقى صح. تمام يلا يا مرام، يا بس انا اللي بس عشان انا ورايا درس الساعة 3:30. حاضر دونت وري مرام، يلا This model represents a matter in state. انهي ستيت بقى؟ البارتيكل لازقه في بعضها اهي، يبقى الستيت ايه؟ روكس. لا انا انا عندي 3 ستيت، يا سوليد يا ليكويد يا جاز، اختار انهي ستيت بقى؟ ايه سوليد. سوليد ستيت، برافو اكسلنت، ماشي. طيب نمبر 2 السؤال اللي قبل يا مس، وانا اللي قلت ترو. مس ليه قلت حضرتك انا ترو؟ مش فاهم السؤال الاول. حاضر حاضر، قلنا سألنا السبيد اوف ووتر فيبر، دلوقتي هو انا مش عندي، عندي سوليد وليكويد وجاز، الووتر فيبر ده جاز صح، والووتر دي ليكويد صح كده. طيب انا السوليد عندي سرعته بطيئة، مين اسرع منه؟ ها الليكويد، مين اسرع من الليكويد؟ الجاز، يبقى السبيد اوف جاز كده جريتر ذان ليكويد صح، بس هو جبالي بالووتر فيبر والووتر. تمام طيب هنا الموديل ده، الموديل ده جايب لي البارتكلز لازقه في بعضها، اول ما الاقي بارتكلز لازقه في بعضها على طول يبقى مين؟ يبقى سوليد. تمام تمام امس. طيب طيب نمبر 2 يام مين 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 علي، علي يلا. مش If we want to make changes in this model، لو حبينا نغير في الموديل ده to show this matter in liquid state، عشان نخليه liquid يا علي، يبقى معنى كده we should نعمل ايه للdistance between balls، المسافات ما بين الكور نعمل فيها ايه؟ ها انا عندي السوليد كور ولازقه في بعضها، الليكويد بعيده شويه، ايه هيتينج. نعمل ايه للديستنس؟ انت هتعمل هيتنج صح، بس الديستنس اه ماشي، ايه اللي هيحصل بقى للديستنس؟ المسافه هتزيد ولا تقل؟
هتزيد. هتزيد يبقى increase. مش انا ده solid وليكويد بعيد عن بعض، الجاز بعيد عن بعض خالص صح، فعشان كده المسافة لازم تبعد عن بعض، فاهمينها كده؟ فهمتها يا علي؟ مش تمام. لا ولا اه؟ مش تمام حلو جميل. طيب ماشي. طيب حلو اوكي. نمبر 8 في الموديل نمبر 8 اللي هو 85. تمام. طيب يلا بينا يا منى. Lion transport food material from the leaves to the other parts of plant through. برافو. الفلوين بينقل الاكل من الورقه لباقي البلانت. برافو ميس انا مش ماشي. فاهم اللي هي اخر واحده بتاعت الديستنس دي. مش فاهم الديستنس. حاضر. طيب نقول تاني. بص شايف، طب شايف دي، هو انا ليه قلت على ده سوليد وقلت على ده ليكويد وقلت على ده جاز؟ عشان المسافه بتزيد ما بينهم صح، المسافه بتزيد ما بين البارتكل والتانيه صح. لما تزيد شويه، لما تزيد شويه يبقى ليكويد، لما تزيد اكتر يبقى جاز صح كده. فهو هنا بيقول لك، بيقول لك هو انا عايزه اعمل ايه عشان اعمل الموديل ده، اقول لك انه كانه ليكويد، اعمل ايه؟ هقول لك ايه، ابعد الايه، خلي الديستنس، زود الديستنس ما بينهم، زود المسافه ما بينهم، خلي بدل هنا كده. ماشي تمام تمام. طيب مس، طب هو دلوقتي انا مكتوبة عندي علشان انا الكتاب القديم flowing transport food material downward from the leaves to other parts of the plant، هتبقى الإجابة صح برضو؟ انا مش سامعه تاني. بقول لحضرتك انا موجودة عندي في الكتاب القديم flowing transport food material downward from the leaves to other parts of the plant، هتبقى الإجابة صح برضه؟ تمام تمام. تمام طيب نمبر 2 يا منى اللي حلت دي صح كده. طيب جودي محمد موجودة؟ جودي محمد ها. طيب ماشي. عمر وائل. ايه بس جودي موجود محمد اهو، قول. معلش ماشي خلاص، خلي ثواني يا عمر. يلا جودي نمبر 2. in an ecosystem that can consider rabbit, maize, eagle and snake only. الايكو سيستم اللي فيه رابت ومايس وايجل وسنيك بس. if the snake disappear completely، لو السنيك ما بقاش موجود، the eagle will disappear completely، الايجل هيموت. طب تعالي نتخيل مع بعض كده، في عندي ارنب تمام، ارنب ماشي، وعندي فار حلو كده، ومعايا تعبان، ومعايا الطائر اللي هو ايه، الايجل حلو كده. هو مش الايجل تمام. هيقدر ياكل التلاتة؟ لو لو التعابين راحت خالص هو هيروح خالص؟ لا لا. ليه؟ ها. لان يجي ياكل برافو الفور اكسلنت، والرابع برافو عليكي، فول. برافو ماشي. نمبر 3 يا ما جاوبناش. حاضر والله حاضر. نمبر 3 يا روفاني، انت حليتي قبل كده؟ لا يا انا بنتي مش انا مش اه. طب ما... طب حاضر. طب ثانية يا روفان. عمر يلا يا عمر. a dessert food chain doesn't contain any type of fish صح؟ الديزرت ما فيهاش اي نوع من الفيش صح. ماشي جميل، اكيد هيجي منين في السمكة دي. طيب يلا يا روفان. A model of an airplane shows us how it flies up into the air through. الموديل اوف الايربلين، نموذج الطياره بيبين لنا هي بتطير ازاي في الهواء صح اكيد. طيب يلا give reason يا مين مازن يلا مازن. Human can use helium
كم جاز سيفلي بيكوز بيكوز ات هازن هي ايه مش سامة It is not don't poisonous. boil boilers. poisonous برافو. يبقى انا ليه بستخدم الانسان بيستخدم الغاز الهيليوم بأمان؟ ده احنا حتى بنبلعه وبنعمل بيه اصوات ايه تضحك، عشان هو مش سام. because don't It is not poisonous. non flammable و not poisonous. برافو. not poisonous and not flammable، يعني ما بيولعش، في امان عليا. تمام، طيب حلو قوي. تمام ماشي. نمبر 1 يا مين 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 مالك؟ يلا. Condensation change the matter of of the matter from from a state to a state ثواني الكوندنسيشن من الليكويد للجاز الكوندنسيشن من الليكويد للجاز. من الليكويد ركز بس بس اخوه، من اسكت الجاز مالك، لسه مش مازن واصل. اسكت. حاضر. بالراحة يا مازن، بالراحة. مالك قصدي، بص يا مالك، من الجاز دلوقتي للليكويد من، طب لحظة واحدة، دلوقتي أنا عندي من solid لليكويد، ركزي معايا بقى يا رودين، من سوليد لليكويد لجاز، حلو كده؟ طيب من سوليد لليكويد يعني بسيحها، بعمل ميلتنج، حلو كده؟ طب لو عايز اعكس الميلتنج اعمل ايه؟ فريزنج. جميل كده؟ جميل. طيب من ليكويد لجاز بقى عايزه ايه كده؟ هبخرها صح؟ يبقى بعمل ايفابوريشن. حلو؟ طب لو العكس؟ ها؟ عايزه اكثفها تاني يبقى كوندنسيشن. تمام؟ طيب حلو قوي، جميل كده؟ يبقى انت بقى قول لي كده بقى يا ملك. من الجاز للليكويد برافو، يبقى الكوندنسيشن هغيرها من الجاز للليكويد. فهمتي يا رنيه؟ اظن سهل. معلش يا ميس، ممكن تاني بعد اذنك؟ معلش عشان الصوت قطع معانا. معلش تمام، قلت ان سهل انا سهل، لما شكرا احول، لحضرتك. لما احول من سوليد لليكويد يبقى بسيح. طب لو هرجع اتلج يبقى اروح كده ميلتنج، هرجع فريزنج. طيب الليكويد لو انا عايزه ابخرها يعني هعمل ايفابوريشن يبقى احولها لجاز. طب لو عايزه اعكسها فبكثفها بعمل كوندنسيشن. تمام طيب حلو ماشي. نمبر 2 يا مين؟ بيسان. الناس معلش مثلا مش فاهمة هتجيب لي ريزن. حاضر، هنخلص دي بس واقول لك اللي انت عايزاه. يلا يا بيسان. بيسان، عارفة تتكلم، تفتحي المايك ولا ايه؟ شكلك مفيش. طيب يلا يا أنس محمد، يلا. The green plant make their own food ها، through leaves. مين اللي بيعمل الأكل أي في المطبخ؟ الليفز. برافو عليك. تمام طيب يلا يا محمود سرور، معاك يا ميس. يلا. ها مش حسيتك بس ان انت تحب السعادة عليه بتتخدم من الفيزا planet ان اني فود تشين planet ستارت ويز لاند. برافو، اي فود تشين بيختارها بال لاند. برافو، اكسلنت. تمام طيب يلا. ايه برايمري كونسيومر عشان ده البروديوسر، وبعد الانسكت اللي هي يا ولا؟ البرايمري كونسيومر، وبعد كده سكندري كونسيومر، وبعد كده برافو تيرشري، برافو بعد كده الفانجاي او البكتيريا عشان هما دي كومبوزرز. برافو، اكسلنت. تمام طيب يلا يا رودينا، اختار ناد. ايه مس جيب لي دنيا مس. حاضر يا روفان، في الاخر يا روفان، يلا عشان ما اقعدش اعطل نص الحصه. يلا معلش بس ممكن حضرتك ترفعي فوق بس شوية عشان ما كملتش نقل الجبريزون. اهو، يلا أيوة يا رودانا، ترينيد يلا. تمام يا ميس. ها إذا كانت كانت يوتيوب ذا بوليوشن أوف سبيس ويل داي.
لو الكلايمت تشينج، لو الجو اتغير لدرجة مناسبة سيوتابل يا رودينا، مش not suitable، سيوتابل الجو كان مناسب، فالبوبوليشن العدد ايه اللي هيحصل له؟ الجو اتغير بس مناسب، لأ مناسب حلو، فهيتجوزوا ويخلفوا عادي، يبقى ايه؟ انكريز. تمام؟ طيب حلو، يلا يا شتا. بيقول لي الجو هيتغير، تمام؟ الكلايمت تشينج، الجو هيتغير. ثواني يا شذا، الجو هيتغير، تمام؟ طيب، طب كده العدد ايه اللي هيحصل؟ والله الجو اتغير، التغير ده تغير وحش مش مناسب، ولا تغير حلو مناسب؟ لا قال سيوتابل، ما دام سيوتابل يبقى هيعملوا ايه؟ عادي بقى هيعيشوا عادي، فهيتجوزوا ويخلفوا ايه؟ ها؟ يتجوزوا ويخلفوا عددهم يزيد، تمام؟ طيب. بي؟ يلا. The speed of the particles of a liquid, if it changes into gas, it will increase. برافو. ايه اللي يحصل لما ايه اللي يحصل لسرعة البارتكل، سرعة الجزيئات بتاعت الليكويد لما اخليها جاز؟ مش انا لما بغلي المية بعمل ايه؟ ها مية تقعد تتنطط يا عيني كده، فيبقى ايه؟ يبقى the speed، ايه اللي يحصل؟ the speed will increase، هتزيد. برافو، تمام. طيب عاصم، يلا نمبر 1. The state of the matter that has definite volume but it doesn't have definite shape is liquid. ها برافو، اكسلنت، تمام، برافو. طيب في حد محلش لحد دلوقتي؟ حد محلش خالص؟ يا ميت انا انا واحدة بس مين؟ لا انا عايزه محلش خالص. انا يا ميس لحد مين؟ مرة واحدة لا انا انا بقول محلش خالص، انتوا هزعل منكو. روضة، روضة اللي محلتش خالص. يلا يا روضة، أني واحدة روضة نمبر 2. برتو volume is the amount of نقط that matter takes up ال volume ها الفوليوم is an particles amount of ايه؟ لا الفوليوم، gas يا الفوليوم أمال amount يا of ميس ايه؟ الفوليوم يعني ايه؟ مش قلت لك الفوليوم الفوليوم كأنه زي السايز، الحجم، اللي هو الحجم. فانا بقول لك سبيس انت خدتي سبيس قد ايه؟ ايوه كده، انت خدتي مساحه قد ايه؟ خدتي يعني فراغ قد ايه؟ انت تخينه قد ايه كده؟ تمام تمام يا شباب. مين بقى عنده مشكله في اسئله؟ أنا أمس ايه ثانية هو في موديل تيست 10 تمام. اللي هو نمبر 3 في تشوز تمام، بيقول لي انا دلوقتي عايز افصل الرمله من ميه البحر، هعمل ايه؟ هفلترها، عندي عمليه فلتريشن. ما هو ممكن نعمل ميلدينج ميلتينج، هو عمرك شفت الرمله بتسيح؟ لا طبعا، الرمله ما بتتاثرش بالحراره هي اصلا. بص لا انا قصدي يعني هي مش لا الملد انا قصدي مش احنا عايزين نفصل السوليد كوبر الرملة، أنا عايزة أفصل الرملة عن مية البحر، ودي موجودة في الدرس، دي موجودة في الدرس نفسه. نعم، ميس هو ميس عامل فاز. كلايمت تشينج ثواني ثواني، ثانية واحدة معلش، ممكن انا هدوء عامل لحظات. صفحة دي عايز بس سألك الوقت دي في سؤال في نمبر 10 عايز انا تسأل سؤال حرك ايه؟ الصفحة دي كلها لوحدي بس موديل اكزام نمبر 10 موديل اكزام نمبر 10 تمام، ماله موديل اكزام نمبر 10؟ ثواني يا شباب، هو ينفع لو هتسأليني بسرعة عشان انا روح روح هنزل على الدرس، روح 3 الدرس، روح ونص الدرس، روح الدرس، روح لا الدرس، خلاص يعني انا على انا 3 خلصت، ونص يعني مفيش مشكلة، انا ما خلصت، بس انا يا مفيش ميس اسئلة. ميس ميس انا بقدر حضرتك ثواني صح؟ ثواني ثواني ثواني، محدش يتكلم، ممكن تعرفوا محدش يتكلم ولا ايه؟ تعرفوا؟ يعني ايه بس محدش، ريبرودكشن يا ميس؟ ريبرودكشن يعني ميس تزاوج، تزاوج اه اتجوز ويخلف. ميس انا
طيب يعني ايه كوندنسيشن؟ كوندنسيشن يعني تكثيف. طلع عادي انتوا خلصنا. احنا خلصنا، اللي عايز يخرج عادي، بس احنا بنسمع اسئله زمان. تمام، ثانيه واحده. في هرجله في جامده، موديل في هرجله جامده. طيب بصوا، عشان بس ايه، من هقفل بس الفيديو هنا وانا هجاوبكم على اسئلتكم. تمام، اوكي. بس هقفل الفيديو هنا عشان ايه، ما ننساش. اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 0102999155557. تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتبعتولي على الواتساب لو في اي مشكله. وما تنسوش ان النهارده على فكره في مراجعه للدكتور محمد على الاي سي تي، فاحضروها ان شاء الله باذن الله، هتستفادوا احسن كتير حتى من النهارده. بنكون كويس، احنا خلصنا عموما يا شباب. اللي عنده اي سؤال بس اللي هفتح المايكات. تمام.